تزيدوا بالبلاد وانا مدى ساستفيدوا، تزيدوا في المواد بالهلا يكسيلي نزيدوا، تزيدوا للوزير ويلي ومن لا يريدوا، تزيدوا بالعاقة والشعب على من تقليدوا، تزيدوا بالبلاد وانا مدى ساستفيدوا. مالك يا عبد المالك، مالك عند المالك، كيما حالك كيما حالك، غير كمدها وسير بحالك، لا خدمة لا رد ما بالك، وباغي تحقق لي في بالك، الكبار طحنوا لبعالك، وداو ديالي وديالك، وداو لا بقى تسالك، خود كريدي وشري دارك، قسموا كاع الخلويات وطمعين يريبوا البرارك، حشالو حوال الليلة حولا وانت حلا يتحشالك، اجمع لسانك هولا عطو بسنانك، واش بغيتي على شانك وبغيتي احترام من الناس، والبلاد بيض الفراس الاشد وتعمار الراس، ومنا منهم الخاص لا قصر ولا خصاص، لا قف ولا مضباس، هذا حلق هذا غاص، هذا علق هذا باس، هذا ضاق وهذا قاص، هما يدوروها بالطاس وحنا يدور بيناتنا كاس، عيط راي عيط لاص، عيط للمخزن يكحش، عطيهم ميلا وخذ لك ميلا وبات لك ليله وماشي مش، غتزيدوا في المواد بالهلا يكسيلي نزيدوا، غتزيدوا للوزير ويلي ومن لا يريدوا، غتزيدوا بالعاقه والشعب لا من تقليدوا، غتزيدوا بالبلاد وانا مدى ساستفيدوا، غتزيدوا في المواد بالهلا يكسيلي نزيدوا، غتزيدوا للوزير ويلي ومن لا يريدوا، غتزيدوا بالعاقه والشعب لا من تقليدوا، غتزيدوا بالبلاد وانا مدى ساستفيدوا. هو ناعس في الانعاش وهو زهرو انعاش، ويلا مرتو صالحة الفراس زيدو شوية في المعاش، غير كالدورية لا راف رخيصة ماشي كي الاسعاف، من الدار للسبيطار وراسي داري وتشنى لاف، المريض طايح مشلل الفرملي كيتزلل، الدكتورة عند رونديفو مع الدكتور اللي تسلل، هادو بيناتهم شي بلان البوليسي في الرومبوان، خونا رمان داي السكران الماسك عفو في البيفوان، المرت كلاس الف واحد الحشادة راسو عميان، الحشادة براسو حفيان وضرب عليا مزيان، ما شافش الطولي حارق خونا وشاف الجمرة الجوان، اللي بطاقة الوطن قلت له حقوق الإنسان، المرأة على الراس والعين والطفل على الراس والعين، أما حقوق اللي وطلاش هي قوم الملاعين، لا أخلاق ولا أداب يعطبوهم العذاب، وإلا عطيتوهم الحقوق ربي غيعطينا الغضب، غتزيدوا في المواد بالهلا يكسيلي نزيدوا، غتزيدوا للوزير ويلي ومن لا يريدوا، غتزيدوا بالعاقة والشعب لا من تقليدوا، غتزيدوا بالبلاد وأنا مدى ساستفيدوا، غتزيدوا في المواد بالهلا يكسيلي نزيدوا، غتزيدوا للوزير ويلي ومن لا يريدوا، غتزيدوا بالعاقة والشعب لا من تقليدوا، غتزيدوا بالبلاد وأنا مدى ساستفيدوا. الانفصال في الشخصية ولا ارتباطه بالذرية، لا أموال ولا ذرية والأمور كلها سلبية، السرقة استمرارية في البلاد المغربية والأمور غدا بسرية، بالعربية خدمة نقية، حتى الأمور جدية وأشخاص لهم حرية، اللي ولاك أذنين زيد شي شورني غنتقية، عندك أزمة السكان هالزنقة حل البيبان، وين غاديش بنا الدبان والحروب في كل مكان، بين إيران وميريكان بين ماوكلي وشيريخان، بين البلا اللي ما بغى يبان المعارضة وبن كيران، اللي فهمي فهمنا معاه واللي نجح كيورينا كفاه، والفهم داخل الجواه اللي يضربوه ما يلقى دواه، الحقوق كاينه بلا اتفاق في الوثائق والاوراق، فلنتظر يا رفاق قرار من قبه النفاق، ما عليا غير بالانتظار حكومتي وهذا القدر، كل ما يقولوا حلوا الباب يزيدوا فوق منه جدار، غتزيدوا في المواد بالهلا يكسيلي نزيدوا، غتزيدوا للوزير ويلي ومن لا يريدوا، غتزيدوا بالعاقه والشعب لا من تقليدوا، غتزيدوا بالبلاد وانا مدى ساستفيدوا، غتزيدوا في المواد بالهلا يكسيلي نزيدوا، غتزيدوا للوزير ويلي ومن لا يريدوا، غتزيدوا بالعاقه والشعب لا من تقليدوا، غتزيدوا بالبلاد وانا مدى ساستفيدوا.